ماهر كمل معاك. اي شوف تو خلينا نتكلموا بالكاشف تو، مش مشكله جامعه، مشكله دوله. الموديل الايكونوميك الحالي نتاع الرياضه راهو انتهى. راهو خلينا نتكلموا بكل صراحه، عندنا ملعب وحيد، عندنا فرق يعني تعبين ماديا. اليوم النجم الرياضي الساحلي ما ينجمش ينتدب كيف كيف، عنده مشاكل نتاع باش يخلص حتى اللاعبين نتاعو. نظن اليوم كما سي شهاب قال، تحيه شهاب بالخيريه، بالحق راهو وصل الى نهايته وفي يلزمنا نتصوروا اليوم موديل جديد كيف كيف. ان شاء الله قانون الهيكل الرياضيه يخرج باش يحل، مش نقول انا بدايه حل، يعطي بدايه حل كره القدم التونسيه. راهو ما عادش نجم نواصلوا فرق كبار قاعدين يوجدوا في الساحه الافريقيه. انا ما نكون انا فما زيد اثنين ما نحبش نواعد عامين ثلاثة أربع سنين مش نكونوا متواجدين في البوديوم كل صراحة. شنو حضرنا الرئيس الجديد الجامعة سي ماهر بن عيسى؟ لا مش رئيس جديد، بعد شو رجع لك انت سيمون جعندي ما نحكي معاكم وسي سابق.